السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: همام حمودي يحمل النظام السابق مسؤولية عدم تقديم الخدمات، والمهندس يقول إن داعش ما زال موجودا في العراق. وأيضا ضمن عناويننا: بعد مرور 10 شهور على انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، تقارير تؤكد وجود 11,000 مفقود من المدينة. وفي العنوان الثالث: كاميرات المراقبة في العراق ترصد حالات سرقة بعضها في وضح النهار في تأكيد لغياب الأمن في أغلب المحافظات. وأيضا ضمن العناوين: سوء الخدمات يؤدي إلى فيضانات تجتاح الشوارع في العراق، ولقطة تظهر استخدام المواطنين للدعايات الانتخابية كمظلة واقية من الأمطار. أهلا بكم من جديد. قال همام حمودي نائب رئيس البرلمان إن العراقيين ينجبون 1,000,000 طفل كل عام، ولن نستطيع تقديم الخدمات ل10 سنوات قادمة بسبب مخلفات النظام السابق. دعونا نستمع. كل سنة يزيد 1,000,000 أطفال يزيدون من بركات الزواج، فإحنا مديونين كل سنة 1,000,000 مدارس، ماكو 1,000,000 ثاني حصار، 1,000,000 ثالث محتل، 1,000,000 رابع طائفية، 1,000,000 خامس داعش، 1,000,000 سادس تفجيرات. ما حد يقدر، احنا مديونين هالملايين اللي قاعد تجي كل سنة، مديونين. لازم نسوي لهم مدرسة وشوارع، واذا كل ما تسوي ما يبين انت مديون. فاحنا مديون 10 سنوات على الاقل، لا تحسبوها، على الاقل 10 سنوات هاي المليون ما قاعد نوفر لهم شيء. فاحنا من بركات هذا اللعين المجرم اللي راح، لعنة الله على اينما ومن معه، خلى البلد يتاخر هالملايين اللي انولدت واللي بقت بدون لا راتب ولا شارع ولا مدرسه ولا مستشفى ولا غيرها. واحنا علينا الان طبعا لسان حال العراقيين ان الميزانيه التي يعني اخذها العراق او الاموال التي حصلت عليها الحكومات المتعاقبه بعد الاحتلال، اي بعد النظام السابق، هي ميزانية تقارن، أو يعني إذا قارناها مع ما امتلكه العراق منذ تأسيسه كدولة حديثة حتى الاحتلال عام 2003، نرى بأنه هذه الشخصيات أو الحكومات المتعاقبة حصلت على 3 ربما 4 أضعاف من ميزانيات العراق كدولة منذ التأسيس حتى عام 2003. امتلكوا هذه الأموال التي تقدر بأكثر من $1 تريليون أمريكي اختفت من العراق، لا أحد يعلم أين هي هذه الأموال. كما قال محافظ البنك المركزي في وقت من الأوقات بأن هذه الأموال بإمكانها أن تبني عراقا جديدا يسع 30 مليون نسمة. هذه الأموال اختفت، لا توجد، لا يوجد خدمات، لا توجد إعمار. ونقطة أخرى: عندما يتحصل أو يحصل في العراق أن هناك عملية إنجاب لمليون طفل في كل عام، فهناك بالمقابل أعداد وفيات كبيرة جدا تطال الأطفال والكبار والنساء والرجال. إذن نحن في بلد غير مستقر، بلد وضع أمني غير مستقر يؤدي إلى حالات وفيات كثيرة مقارنة أيضا بالمواليد والأموال التي تحدثنا عنها. ننتقل إلى موضوع آخر. القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قال إن هناك 200,000 أو 200 انتحاري مستعد للتفجير نفسه في بغداد، ويوجد 20,000 مقاتل مسلح تابع لتنظيم الدولة في العراق. الوضع خطر جدا، هذا بكلام المهندس. التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين قالوا بأنه هذا المقطع يعتبر تهديد واضح للعراقيين من قبل أبو مهدي المهندس والعامري ومن معهم في قائمة الفتح وغيرها. واختيار وقت التصريح الآن لتهديد العراقيين، أما أن تنتخبوا أو مصيركم سيكون الموت عن طريق طبعا تنظيم الدولة. فنشاهد: لا زال الوضع الأمني والعسكري حرج، أنا أصارحكم بالموضوع، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى استقرار. عندنا كل الحدود السورية كلها، عندكم الحويجة، لا زال الوضع. يعني أنا أتحدث بخلاصة وحتى ما أطيل عليكم، إحنا نعتقد حسب أرقامنا وأرقام دقيقة يعني دراسة بها، أنه داعش المسلحين من عنده 60,000 المسلحين من داعش، هذا الإجمالي. 20,000 تم القضاء عليهم،
20,000 آخرين، 23,000 آخرين تم بعضهم أسرهم. عندنا بحدود الآن بالسجون 7,000 إلى 8,000 داعشي بعنوان داعش عند القضاء وعند السجون. البقية سربوا، ترك سافر للخارج زي اللي حيته وشرد، أخذ عائلته وطلع برا. هذا بحث. بقى عندنا ما لا يقل عن 20,000 مسلح، 20,000 مسلح داعش للعراق اللي كان يفجر بغداد. هنا هاي تفجيرات يوم الاثنين الأسود والثلاثاء الأسود كذا، حوالي 120 نفر كانوا في محيط بغداد، كانوا 120 نفر. الآن في محيط بغداد حوالي 200 نفر هسه مسلحين، عندهم شغل، عندهم روح رجعة، عندهم يقدرون يشتغلون. وأنا ما أريد أسوي الموضوع مظلم، بس ما نقول إحنا القضية وردية، يعني لا زال الموضوع الأمني قائم. إذن كيف يعلن حيدر العبادي الانتصار عندما يكون هناك 20,000 مسلح من تنظيم الدولة ما زالوا موجودين في العراق، و200 عنصر تابع للتنظيم موجودون في بغداد أو على حدود بغداد يقومون بهذه العمليات من التفجير؟ ما قيمة السيطرات الأمنية الموجودة والنقاط التفتيش الموجودة التي منتشرة بشكل كبير جدا في العاصمة تحديدا؟ ما قيمة المليارات التي أنفقت على أجهزة كشف المتفجرات وأجهزة التحقيق وكشف السيارات وغيرها؟ لماذا هذا التصريح خرج بهذا الوقت تحديدا قبيل الانتخابات؟ كما يقول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا الفيسبوك، بأنه خرج التصريح بهذا الوقت لإعطاء رسالة أو إرسال رسالة إلى المجتمع بأنه لولانا أو بوجودنا فقط ستتم حمايتكم من التهديدات التي تطالكم ربما من داعش أو من غيره. عندما نقارن هذا الكلام مع القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي نرى تناقضا كبيرا، فقد احتفل العبادي احتفالا ويعني قام باستعراض عسكري وما إلى ذلك لإيضاح رسالة أو إرسال رسالة بأنه انتهت العملية العسكرية وتحقق النصر. طيب أين هؤلاء؟ من أين جاءوا؟ لماذا لم تتخلص منهم السلطة الموجودة الآن والقوات الحكومية والحشد الشعبي؟ طبعا أسئلة كثيرة تطرح بهذا الخصوص. ننتقل إلى موضوع آخر، قضية الموصل. بعد قرابة 10 شهور على انتهاء العملية العسكرية في الموصل ظهرت تقارير تؤكد وجود 11,000 مفقود من المدينة، فلنشاهد. Thank you.
في موضوع آخر، قام أحد الأشخاص طبعا بموضوع كاميرات المراقبة تحديدا. لدينا ملف واسع من هذا الموضوع، كل مرة في تواصل.com نعرض لحضراتكم مجموعة من مقاطع كاميرات المراقبة وماذا رصدت. أحد الأشخاص قام بمراقبة صاحب سيارة في منطقة زيونة تحديدا في العاصمة بغداد، حتى أن وقف الرجل طبعا أمام منزله ودخل، ثم بعد ذلك جاء هذا السارق وقام بكسر زجاج السيارة وأخذ مبلغ من المال يقدر ب 16 مليون دينار عراقي في تمام الساعة 10:40 صباحا في وضح النهار. فنشاهد. اكو ورقة هي عنها باحة الرقم، هذا جزء الرقم شالعة هذا شوية بزي هي أنا وجهي. بس تعال طلع لنا وجهي. في كاميرات المراقبة نستمر عملية سرقة لأغطية المجاري أجلكم الله في محافظة البصرة، فلنشاهد أيضا. وأيضا إلى عملية سرقة أخرى لحاوية النفايات في منطقة العشار في البصرة أيضا، فلنشاهد. إذن كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، ثلاثة شباب يعني تتراوح أعمارهم بحسب ما هو واضح، يعني أنهم ربما 17 عاما بهذه الحدود، ربما أقل ربما أكثر بقليل. للأسف الشديد ما سيقومون بسرقته حاوية نفايات موضوعة أمام إحدى المنازل أو أحد المنازل في محافظة البصرة بهذا الشكل. ما قيمة حاوية النفايات لكي يتم سرقتها بهذا الشكل؟ أمر حقيقة بعيد عن الأخلاقيات العامة، هذه ليست أخلاق المجتمع العراقي للأسف الشديد. هذه أجيال ربما يعني ربما من المحيط التي تربت به، أو ربما للأسف الشديد من واقع البلد الذي انتشرت به الآن حالات السرقة بشكل كبير جدا. ولكن السؤال ما قيمتها المادية ليتم سرقتها. عموما ننتقل إلى موضوع آخر، سرقة كيبلات أو وايرات الكهرباء بالنسبة لمولدة كهرباء في إحدى المناطق أيضا في وضح النهار كما ستشاهدون، فلنتابع. يعني سرقة أسلاك للكهرباء هذه ليست الحادثة الأولى، طبعا تكررت كثيرا بكثير أيضا من المناطق في بغداد قضية سرقة مولدات الكهرباء أو أسلاك الكهرباء الخاصة بالمولدة. نتابع الآن عملية سرقة لمبلغ من المال مقدر ب 75 ألف دولار في محافظة البصرة تحديدا، فنشاهد.
احمد رد عليك انا ما صورت الساعه ما صورت اصور الولد اصور الولد ما تفيدنا والله بس خلينا نشوف اصور الولد لا ماكو راحت ما واضحه خرب طب البلاش مالك بفي البلاش مشتاق طب انت تمشي بنص الشارع شوف شوف شوفك شوفك شلون تمشي باع وين يدري بعد وين ما تقول لي طب بلاشك بلاشك باله 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 هاي هنا اوضح شيء هاي هنا يطلعوا إيه. طلعوا ننتقل الى موضوع اخر وهو موضوع الخدمات في العراق. كما تعرفون مشاهدينا الكرام العراق يعاني من نقص الخدمات بشكل عام، خدمات الصرف الصحي والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى، تحديدا موضوع الشتاء او الامطار التي تهطل على مناطق واسعه من محافظات العراق تتسبب طبعا كالعاده بغرق هذه المناطق والشوارع. هذه المره في قضاء طوس خرمات وفي محافظه صلاح الدين نتابع، دعونا نتابع طبعا غرق الشوارع ولكن بشكل يعني غريب جدا، فنشاهد. بشكل تهكمي ساخر يتعامل المواطنون طبعا مع هذه الأزمة. نتابع الآن في محافظة بغداد تحديدا العاصمة، الأمطار أيضا تمزق اللوحات الإعلانية للمرشحين وأيضا تقوم بإغراق الشوارع، فنشاهد. واخيرا بشكل ساخر دعونا نشاهد كيف يتعامل العراقيون مع اللوحات والدعايات الانتخابيه بالنسبه للمترشحين. ها شو متغطين باللوحه مال الانتخابات يا مرشح هذا. نبقى في الانتخابات مشاهدينا الكرام بفقرة أراكم. شاب عراقي يلبي طلب مستشار رئيس الجمهورية المرشح عن قائمة الفتح خالد الملا، الذي قال قبل 3 سنوات في انفجار الكرادة: إن رأيتموني مرشحا للبرلمان فاضربوا صورتي أجلكم الله جميعا بالحذاء، أو كما قال. دعونا نشاهد كيف تعامل المواطن مع هذا الموضوع. مثل ما طلب الشيخ الدكتور عبد الوهاب الملا من كنا موجودين بالكرادة، انفجار الكرادة، قال إذا تشوفوني مرشح للانتخابات تضربون الصور بالقندرة، فهاي إحنا جايين ضربك بالقندرة. على مود لا تقول ما ضربوني بالقندرة، هاي إحنا كشعب راح نحقق هذا الشيء، هاي 45 نضربك بيها دكتور، تذكر بيها، هاي من قلت ضربوني بالقندرة هاي نضربك بالقندرة. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. في أول تعليق لدينا مازن يقول: عاشت إيدك، حققت أمنية 30 مليون عراقي وضربت الملة بالنيابة عن كل الشعب. في تعليق آخر أيضا ضمن التعليقات، كريم يقول: عافية والله عافية، لو كل المنافقين ما نعطيهم وجه، أقصد من السياسيين شيعة كانوا أو سنة، كان تأدبوا، لكن مع الأسف أكو يجاملوهم يعني صنميين. وأيضا ضمن التعليقات لدينا أبو محمد يقول: والله عمي العراقيين أصحاب واجب، يعني بيقصد الرجل ما قصر. وضمن التعليقات أيضا كرار يقول: عمي دير بالك يا معود، مو كل شيء تسووه تنشروا رحمة لأهلكم، ضربة بالقندرة حرقة اشعل روح أبهاتهم يا أخي، بس لا تطلع وجهك بالفيديو يا أخي، ما تعرفوهم يعني في تجاوزات وعدهم عصابات، والله العظيم كل شيء يسوون مو بس يقتلوك حتى بيتك يحرقوه يا أخي، خليك حذر منهم، لا تطلع صورتك بالفيديو، كل شيء يسوي بس خليك حذر، والحذر واجب، والله يحفظكم.
للأسف الشديد طبعا هناك هذه الحالات تتكرر بشكل كبير. محمد يقول: أراد ونال ما تمناه المرشح، هذه هي أمنيات مرشحي للدورة القادمة، فماذا سوف تكون أفعالهم؟ وآخر التعليقات لدينا، محمد يقول: مع احترامي للقراء، القندرة قليلة بحق، لأن صاحب أمامة كاذبة، يعني يراد لرجم كما يرمى الشيطان في مكة المكرمة، يتحايلون على الناس بكلماتهم البراقة وشعاراتهم الكذابة. هكذا يرى الناس أو المتفاعلين مع هذا الموضوع. نراكم بعد قليل بفقرة الهاشتاج. بفقرة هاشتاج اليوم هو ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة. طبعا الجميع يعلم أنه هناك معاناة بالنسبة للصحفيين في بعض البلدان العربية، في العراق بشكل كبير، معاناة، قمع، تهديد، قتل، تعذيب، اعتقال، وكثير من هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون حتى في العراق بشكل عام، بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام. دعونا نشاهد التغريدة. العميد يقول: في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يعني العراق من تراجع في حرية التعبير اللي يحتل من تراجع في حرية التعبير اللي يحتل المرتبة 160 عالميا في 2018، بعدما كان بالمرتبة 158 خلال 2017 و2016. وأيضا ضمن التغريدات لدينا بهذا الموضوع، محمود يقول: معا لرفع سقف الحريات الصحفية في العراق، سيبقى الطموح أعلى، الخلود لشهداء الكلمة الحرة. وأيضا ضمن التغريدات التي جاءت على هذا الوسم، فاروق يقول: فرصة لنشر الإيجابية، العراق واحد من أسوأ البلدان في حرية الصحافة للأسف الشديد. وآخر التغريدات أيضا لدينا، رعد يقول: في اليوم العالمي لحرية الصحافة، السلطة الرابعة في العراق على صفيح ساخن، معاناة، التهديد الدائم والاستقرار قائمة منذ 2003. هذا هو الوضع للأسف الشديد، هناك معاناة بالنسبة للصحفيين في العراق، هكذا يرى العراقيون وضع الصحافة وحرية التعبير في العراق. نراكم بعد قليل. بفقرة بعد الهاشتاج، أول مقطع لدينا، ليس من المعتاد أن نعرض الأمور الرياضية ولكنها ضمن المنوعات في برنامجنا. نهائي دوري أبطال أوروبا انتهت يوم أمس، مباراة روما وليفربول الإنجليزي، وطبعا سيتواجه نادي ريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف. وبالتالي دعونا نتابع بعض الأمور عن نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي الختام أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.